مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال، وإحنا توا سعداء برشا 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 ومانيش وحدي. فرحانة إني نستقبل تويكا الصحفي والإعلامي وكاتب وسيناريست واللي تحب أنتوما. أنا نحس مثقف من مثقفي تونس لقلال برشا، سي سفيان بن فرحات. مرحبا بك سيدي. عسلامة. مرحبا. أحوالك؟ صافي بليزير. أطنبتي في أطنبتو؟ ميساج مي بون. لا صدقني ما قلت حتى شيء في حقك. ما تصورش قداش نفرحك الناس ماك تحكي في الراديو ولا في التلفزه. ماني شاري ابدا كبير، نعرف من خلف. ماني تعرف تخرف تقول انت. سي سفيان باش نحكيو اليوم على عسكر الليل. اما قبل كان تسمع نرجع بحذا لا شيف كوجينا. عسكر كوجينا. مرحبا بك يا لاله. دونك سادة المشاهدين الكل مرحبا بكم. الغريبه باش تنجحها كيف ما قلت لكم لازمكم تتبعوا لي زاستيوس اللي تعطيهم الشيف فتحيه. الغريبه البيضاء اليوم. غريبه بيضاء حطيت لها شويه جلجلي. بيضاتها ديجا. اي ما هو ديما نقول اللي ينجم يعمل القرن الغزال ينجم يقص له السبع هذوك اسمه قرن غزال، واللي ما ينجمش يعمل فرق الكاسات نتاع البقلاوه. هنا نحط عركت بالقدا الغريبه نتاعي حتى لين ولات تريه، نقول ولات كيلو بانت تريه وسوبل ومحلاها. نجي نفتلها هكايا من بعد نعملها صوابع صوابع، نقصها بيزوتيه دره هكايا كالعادة، ومن بعد ننقش لها وجهها ثلاثة ضربات بالسكينة الصغيرة ونحطها في الطبق نبعدها على بعضها شوية كيفها كي غريت الحمص. كيما الدرع، الدرع فورمة مقروضة، ما هذه نجمو حتى متاع الدرع نعملوها هكا سوابع، تهزوها بالسياسة تحطوها في الطبق. كوشتي تسخن 170 تقعد ربع ساعة أربع دراج ماكسيموم، تعسوا على ترتيبها. ومن بعد تخرجوها تبرد، ما تمسوهاش وهي سخونه، راهي ما تمسش وهي سخونه. الو هنايا تشوفوا الفورمه الثانيه اللي باش نعملها كالعاده. قلت لكم الغريبه هوني ناخذ نعملها كعبوره ظريفه، كان ناقصه شويه نزيدها من العجينه نتاعي ونحطها في الكاسات باش هذيك تيب كيما المره الاخرى وريتكم في الدرع وفي الحمص. هذه الغريبه ايوب ما فيهاش حاجه كبيره، نفس الفصالات نفس الخدمه. فهم برشا عباد يحبوا يعملوها بالطابع، نفس الخدمة، يفرشوها يطرحوها ويأخذوا الطابع يطرحوها على عجينة علوها سانتي باش ما تعليش ياسر، خاطر هي من بعد تفوج شوية، كل ما هي فارينات لازم يعليو شوية وحدهم، حتى بلاش خميرة بلاش حد شيء، نكعبر هكا ونحط في الكاسات وتحطوا تطبعوها اذا كان عند تحبوها كالمزينه بالطابع. توا فما الخمسه فما النجمه فما برشا حاجات مزيانين في الطابع توا العباد تعم فيهم، فما نوار جويده محلاها بقرعونه. هذه صالت الغريبه، اذا كان قلت لكم تحبوا بالطابع ولا صوابع ولا هكا الكل وحدي، المهم قدوا في الدار. يعطيك الصحه شيف فتحيه. دونك تحية ليك على هالوصفات البنينة اللي تختارها لنا وتجيب تودنا بها. سادة مشاهدينا أنا زادة نحب نودكم ديما بحويجة سهلة وماهلة قال واحد. دونك أول حاجة باش نحضر معاكم المقرونة باللونغوستين. اللونغوستين اللي هي من القشريات البحرية هذية الصغرونة، ماهيش كروفات ماهيش لونغوست ما بيناتهم، اللي هي اللونغوستين لكن من نفس العائلة متاع القشريات. حطيت أنا زيت زيتونة من عند زيان معاه شوية طماطم، قشرتها خليط طماطم كما نقول لكم كل مرة، نحولها الوحده وين ينبت التيج نتاعها هذيك، حطوها في الماء السخون، نعملوا لها قاطع مقطوع من فوق باش تتقشر بالسهل. تاخذ شويه وقت في الماء السخون تاع 3 4 دقائق، بعد خرجها نبردها ونقشرها ونعملها في الزيت زيتونه من عند زيان هكا. تو باش نزيد عليها شويه ثوم من عند فورنيتو، اللي هو ديما الثوم مع الطماطم يعطيني نكهه خارقه العاده خاصه في المقارن، واحنا التوانسه نحبوا الصوص مقرونه يكون متساوم كما يقولوا. دونك هكا باش نحط معاهم اللونغوستين نتاعي، باش نحطها بقشورها. تنجم اللونغوستين باش تقشرها تاخوها هكا بمقص، تنحي لها الراس تو دابور وتجيب بالعكس تنحي من الجهتين هذوما، تقص بمقص وتفركها، يجي الشير وحده ولا الكوك نتاعها وحدها. دونك هكا نحط اللونغوستين نتاعي في وسط الصوص، هي دوبلة تشم السخانة لونها يزيد يغماق أكثر، تسيب طعمتها البنينة في وسط الصوص وتجي حاجة خارقة العادة. مع هذه أنا باش نحط معاهم شوية معدنوس، باش نحط معاهم فلفل على خاطر التونسي يحب المحركر المحرحر كما قلت لكم، حبيت نحط فلفل اخضر باش يبقى لونه ظاهر من بعد. كان تحبوا تسقطوا فيها شويه تومات سيريز، لكن انا باش نزيدها مع هذايا الكل شويه هروس
فاوح من عند عبيده اللي هو فيه زيت ثوم وهو من فلفل الفرشك. ما الفرق ما بين الهروس والهريسه؟ كونه الهروس يعملوه بالفلفل الفرشك سواء يفوروه ويقشروه ويرحيوه مع الثوم مع التابل وكرويه، سواء يعملوه فرشك كيف ما هو هكاك من غير ما يتفور. هذا الفرق ما بيناتهم. حاجة أنا اكتشفتها في الهروس من عند عبيدة لكونه محافظ على نكهة الفلفل الصيفي اللي يتعمل في السيزون بتاع الصيف. دونك هذايا الصوص متاعنا، نحب نغمق الصوص متاعنا بما أنه الطماطم مازال خارج السيزون متاعها، مازالت متاع بيوت مكيفة لونها يبقى فاتح، نزيد نقويلها في النكهة واللون متاعها. ناخو مغرفة صغيرة متاع طماطم من عند عبيدة نحطها في الصوص متاعي، نفوح شوية ملح وأكيد شوية فلفل اكحل. انا الحقيقه كنت لاحظت اللفاحات ما فوحش بالمغرفه، ديما نحب نلمس اللفاحات، ديما نحب عندي علاقه معاهم، دونك ديما باش نجيب الحكار الصحيح نفوح بيدي. دونك هكا هذايا الصوص نتاع المكرونه نتاعنا. بقى انا اخترت المكرونه سباجيتي من عند ورده، حطيتها طيب خاطر فتحيه تحب سباجيتي، هاكا عمل خذيت لك بخاطرك يا خو بخاطرك يعيشك يعيشك. دونك هذايا بايك الليله، طيب المكرونه تاخذ غرضها. ومن بعد نعاود نقول لكم البات من الماء نتاعها سخون مباشره للصوص في البواله، تسوتيوها شويه باش تشرب الصوص نتاعها وقتها تقدموها، مش كيما نعملوا احنا صفيها ثم يغسلها اصل بالماء وبعد يصب فوق منها صوص، حكايه غلط. تابعوني وتشوفوا النتيجه كيفاش تتغير. هذه المقرونه نتاعنا مع البصاره اللي حضرناه مع السردينه المحشيه، بقى لازمتنا سليطه. سليطه اخترتها اليوم باش تكون بالقرنيط. تفاصيل السلطه هذه تاخذوها بعد ما نمشيو لاختنا فاطمه ضيفنا الكريم. ومرحبا بكم ساده مشاهدينا الكل. ميرسي بوكو للشيف، يعطيكم الصحه. احنا نرجع نحكيو مع الصحفي والمثقف سفيان بن فرحات. اليوم باش يحكي لنا على الكوميديا الموسيقيه عسكر الليل. عسكر الليل اليوم تتعرض ان شاء الله. اليوم تتعرض في مدينه الثقافه مسرح الجهات العشره نتاع الليل، 9:30 العشره. دوم حوالي ساعتين سبيكتاكل هذايا. كما قلت كوميديا موسيقيه اللي هي ماهيش مسرح وماشي اوبيريت، لان الكوميديا الموسيقيه فيها خلط بين الرقص وبين الكوميديا وبين كذلك كل الغناء. وعليك في امريكا ما يخدموها في برودواي، هما لي باب نتاعهم الامريكان، معناها من ويست سايد ستوري. من قبل يخدم جين كيلي، معناها فريد استير، كلهم خدموا هكا، جوديت غادلاند، باربارا ستريزاند، غالي مورو خدمت ياسر، زادا اوليفيا نيوتن جون، شو اسمه جون ترافولتا، توا ريتشارد جير وغيره يخدموا. ولا يومنا هذا مازال يخدموا يعملوا، عاملين توا باغ اكزومبل ميزيرابل، عاملين حاجه تاكا في فرنسا، انا كونو ستارمانيا، ومن بعد عملوا سيرتو سيرتو نوتر دام دو باري اللي فيها غارو وجماعه هذوك، كي غولونسي دايوغ الكوميدي ميوزيكال في تونس. ما عملناهاش لحد الان، ما عملناهاش هي... تحت ذيك تحت السور. لا تحت السور سيتي مسرحيه، وثم المسرح الغنائي، ثم الاوبيريت، ثم الكوميدي ميوزيكال مازال ما نعملوهاش، ما عملناهاش على خاطر حتى الكتيبه بتاعها ما تكتبش نص مسرحي، ما تكتبش سيناريو كيما السينما، تكتب ليفري ليبريتو، فهمني؟ سي تخي ديفيرون وفيها دوزاج، يعني ما تنجمش تطلع في الديكلاماسيون تياترال ياسر تولي تطيح في التياتر. تعمل شتيح اكثر تولي كوريغرافي، تعمل غناء اكثر تولي اوبيريت. دونك تعمل ان دوزاج وما فيهاش، سي بو كيما الفودفيل دايور. يلزم لي بيرسوناج سيكولوجي تاعهم تخرج دابخي سكو راكونت انتر او. تعرف الفودفيل سي اون استوار دو راجل ومرته ولامون دو لا فام وسيال مون ماري وديبورتيك. دونك لا سيكولوجي مش انتروسبكسيون سيكولوجيك مش تياتر دو لابسيرد. نحكيو على مسرحيه نقول احنا الكوميديا الغنائيه عسكر الليل. قعدت عامين تعمل عملت عامين ريشيرش وكتبتها في شهر. كنت اي عامين ريشيرش في لا ميثود دافستيغاسيون. انا نحكي على فتره اندثرت في العشرينات اللي هي عشرينات، نهايه العشرينات حتى بدايه الثلاثينات شويه اللي هي اندثرت. انا صغير كانت امي الله يرحمها في حتفاوين تقول لي فلان تعيش وترحم، تقول لي هذاك من عسكر الليل. عسكر الليل ثم حتى كتاب عليهم، حتى فيلم تعمل عليهم، يظهروا في كلكو زوفر باغ اكزومبل في بعض الكتب، ولا في فيلم كيما اللي عملته باغ اكزومبل سلمى بكار على حبيبه مسيكه يوريو عسكر الليل، لكن ثم ماشي اون اتيود عليهم هما. دونك رجعت الجازيتا والدبيش، لا جازيتي لا ديبيش، الصحافه، لانه الجورناليست سي ليستوريان دو بريزون، لو رومونسيي دو لانستون. دونك رجعت الجرايد والحصوص باش تلقى نتاع بكري، وبديت بشوي بشوي. هما عسكر الليل كانوا يخرجوا في الليل، يافي لي ديفا،
il y avait bien sûr Leïla Sfez, il y avait Assami Humagriba, hein, par exemple, Douja Jben, Aïcha Benchouk, Al-Asben, Manana ou Bhaïla, ou Kamouna, Hodouma Bnet Shamema, Leïla Sfez, Khalt Habiba Msika, Moujouda, par exemple, Nasseria Frez, Julia Marseillaise, Assami Mkent Hakim. Et qui est معروفة فيهم, أول واحدة ظهرت وتعرفت وتجلات هي حبيبة مسيكة, تولدت عام 1903 ومات عام 1930, قتلها واحد من عسكر الليل عاشقة اللي هو ميموني اللي هو أصله كيف كيف من تستول, وقتلها عمرها 47 سنة. قاطعتها متحف ديجا دارها. فوالا, هذيك هو قتلوا بني هيلي الدار, هي حكاية طويلة, هو عاشقها وخلت تاخذني, قتلوا بني هيلي قتلها. قاعد يمنينها تقول له بدل لي, نحب زليز هكايا, نحب نقش حديدة من هنا, بدل في الأخير قالها أيا نعرف, قالت له لا ما نحبكش, ولا قتلها وقتل ومات هو لأنه تحرق هو. تحرق هي فرق. ولا وعندنا احنا أغنية عليها, هي تقول في تونس صارت تغريبة اسمه يا ناس مثابات, عن ميمون قتل حبيبة حرقها بسبيلوتوات, علاش يا ناس الحوم علاش علاش ما تجيوش علاش. دونك عندنا خذينا لي بيرسوناج كون, زيت أربعة دي فام أمبليماتيك دو ليبوك اللي هما فتح حبيبة مسيكة, فتحية خيري, وشافية رشدي, وحاسبة رشدي, اللي هما الأربعة مثلوا تحرر المرأة. هي اسم المسرحية ليزاني فول عسكرلين. ليزاني فول جو بعد الحرب العالمية الأولى في العالم أجمع, ليزاني فول العباد خرجت بازون في فرنسا, نساء تحررت ولا يلبسوا السلاوات, الرجال ماتوا في القيلة, عرسوا بلي مارين دو كير نتاعهم, نساء ولات تلبس السلوات بوتكو لي بان بلادوز معناتها قبل ما كانت شوي ولاو يخرجوا لي بار الكباري حاجات كيما هكا, ظهرت كوكو شانيل, ظهر بابلو بيكاسو, ظهروا لي داداييست. بيان سور لا غير مونديال عطات لي فينومين كيف كيف في تونس, نشات بدات تخرج في فرنسا, كان عندهم محرم يسميوه لو شابرون, مرضوا معاك يخرجوا. يهزوا معاهم يهزوا معاهم تحرروا. دونك احنا خرجوا نساء وبداوا يغنيوا. حبيبه مسيكه امراه عملت لي غران تاع ريستون, عملت ديزديمونا, عملت روميو جولييت, عملت قيس وليلى, سيدي نهار في مسرح بن كامله جات عندها رول باش تمثل, وانه راجل باش تبوس راجل, قالوا لها لا, مشات جبت من هذا بستها كراج وبستها من فمها, يا اخي تحربت, حرقوه المسرح. اي صحيح. شكون الممثلين اللي يلعبوا في عسكر الليل؟ ولا احنا خذينا دي تيت دافيش, وخذينا زاد ممثلين صغار لكن عطاو ادوار خارقه العاده, نشوف معنا فتحي المسلماني, معنا خالد درويشه, ولا فتحي كي ان جران ان جران, وعاوننا في ديريكسيون داكتور ياسر, معنا زاد خالد هويثه, معنا توفيق البحري, معنا محمد سعيد, معنا رضوان العويساوي, معنا تشوفوا عبد الجواد, سهيل عبد الجواد, معنا كيف كيف خالد نصف لو جون, يعمل محمود بورقيبه اكسلون هنا. بون بخاطرهم كانوا يحبوا الماء والهواء هما, احنا في شهر فضيل تفهموا الهواء ايش معناها, والاصوات شكون معنا منظر, معنا اميمه المحرزي اللي عملت العشاقه طفله تبارك الله عليها, معنا 24 واحد, معنا كذلك المخرج هو سي مولاد غرسلي, نور الدين بن عائشه اشرف على الموسيقى, هو سيوار بن الشيخ عملت توسكي كوستيوم ديكور مع محمد رزقي, معنا كيف كيف هيثم قويعه عمل لنا الديكور ميم تون ريجيسور جينيرال, ويمثل معنا زاد دور الميمون اليوم, حسيته فرجه هي وزازه وحلوه, لكن حكايه فيها حكايه, حكينا على تراث لاميدي عاودنا حكيناه, وخذينا الهنك نتاع وقتها حطينا في حانوت السهاره, هذا مراد غلسلي وذيك المعينة نتاع المخرج المساعدة اللي هي فاتن الشريف عاونتنا ياسر. دونك حاولنا احنا نعملوا حانوت سهارة نتاع قبل وكوبانيت البلاش كانوا يسميوه رواحهم, وعملنا ديكور ديبوك وغيره, حاولنا نخدموا حضرناها في ثلاث شهور. دونك الاصوات شكون الغنائيه معطيها؟ الاصوات الغنائيه الور عندنا دي الور لا بنات تو تشوفوا سامح لندلشي اللي عملت حبيبه مسيكه, مهر الهمامي اللي عملت حسيبه رشدي, عندنا كذلك نوره زوميت اللي عملت الشافيه رشدي, وعندنا منجيه الصفاقسي اللي عملت فتحيه خيري حاجه خارقه العاده, وعندنا بيان سور خاطر احنا با يونيكمون هذوما, عندنا القوال وعندنا الغناي وعندنا معناها شخصيات كانت موجوده في الرباط, لانه العسكر الليل كانوا يعيشوا في حلفاويين, قهوه سيدي عمارة تو موجوده, وقهوه تزليز تو موجوده. اي ومن بعد هذوك باش يكونوا بيان سور تحت السور اللي باش يولوا بيبسوا خير. عسكر الليل قبل فوالا هما قبل. الو الشخصيات اللي هما خذينا ثمانيه, هما عسكر الليل كانوا تقريبا 100 واحد ولا اكثر, يرقدوا في النهار ويخرجوا في الليل, ما يعرفوش الجن ولا الوسن, واصحاب الليل والمغنى والحسوس اللي خذينا ويت بيرسوناج فوالا. الاول عبد العزيز كرابكا, وعبد العزيز العروي, والهادي العبيدي,
وعلي الدعاجي ومصطفى حريف ومحمود بورقيبه وجمال الدين بوسينا وجلال الدين نقاش، كثير الثمانيه هذوما، دونك إذا فالو تخضي عليهم هما على الأشعار اللي كتبوها، العلاقات اللي تكونيكسيون بيناتهم، تو سا، وخدمنا كوميدي ميوزيكال، أنا جيت إيتوني الحق في لافون بروميير عجبت العباد الكل، أنا كتبت مسرح قبل من أول مرة نكتب كوميدي ميوزيكال. الناس التوانسة راهم متعطشين يحبوا الحاجة تاعهم ويحنوا برشا، فما نوستالجي كبيرة للبوك هذيك بيان سور. أنا قلت كي كتبت هذايا حبيت نرجع لدارها. وفي الهذيك. برشا أسئلة مقبلة من بهرة، إسكو سيتي أون كوموند ديجا خاطر دون سو جون دو بروجي نحكيو على أون كوموند وإلا كنت فكرة لا سي ريغلومون دو كونت مع صغري. انا تولدت في حلفاوين في زنقه الرياض حبي يرجع شويه وتربيت في حومه والحومه دي مشيت ما عادش ندخل ما عادش موجوده قعدت الحسوس نتاعها في الذاكره نتاعي كي كبرت انا وصفرت الشيب ولاو يرجعوا لي ياسر الذكريات نتاع قبل نهار قلت لازم نكتب حاجه على البريود هذيك شلتو على حاجه مش شفت منها شويه شيت منها حاجات هكايا بقايا صور كيما نقول حنا مينا يعني هكا موزايك كلاتي مي بروموز دونك كيلكو بار رجعت c'est presque un parcours initiatique. Ah oui, c'est l'archéologie de مش de mon enfance, de l'enfance de ma mère. Oui, mais عسكر الليل اليوم ان شاء الله باش نكون في مدينه الثقافه العشره تاع الليل. العشره تاع الليل غدوه في مدينه الثقافه زاده ومن بعد باش ننطلقوا لمدينه الثقافه. نهار الثلاثه الجايه زاده نهار 28 يظهر لي عندكم عرض نو؟ اي هو 28 اليوم. اليوم اوه رمضان رمضان اليوم 28 فوالا وبعد نهار 29 كيف كيف غدوة ومن بعد بيان سور المهرجانات الصيفية طالبين ديجا سوسة قرطاج الحمامات بيان سور باش نمشيو لصفاقس القاطرين سبيتلا الجنوب يفو كان يغدوة. اون ديرنيغ كيستيون يا فاطمة سامحني نحب نعرف إلى أي مدى معناتها تو سكون فافواغ الليلة باسكو جو في فينيغ الليلة هل أنه عمل توثيقي ولا يا بوكو دو فيكسيون لادون؟ هو أوني دون لاليغوري داكوغ لكن سي لاغ وسيرتو كل ما هو بلانش الي سوجيستيف اما ثم اون بريسيجون هيستوريك باغ اكزومبل سي محمد زين العابدين هو وزير الثقافه بور نو با نو جيتي دو فلور انا ما كنتش تغني جيتي دو فلور اما حتى كي جاني ما لحقت به كوزير في لافون بروميير ولحقت به في الاخر كموزيكيتي صاحب القوال والحكاوات كيما قلت قال لي لا سوم دانفورماسيون كيل يا دون تو سا سي دونك مشينا فيغ لا فريسومبلونس هيستوريك باسكو لا ميميزيس اما بيان سور اوني دون لاليغوريك باسكو لازم يخرج معلومه على الاقل فوالا لازم تلقي في المعلومات حول الشخصيات حول ليبوك بيان سور طارق السويسي اللي عمل لافيش هذه اللي هي حلوه ياسر فنان في البوزار محسن الماتري اللي عملنا الماستريزاسيون بوشيك اللي عاوننا عطانا الاستوديو نتاعو باش خدمنا فيه لي فوا خاطر عندنا حاجات وين لافوا معناها بلاي باك وعندنا حاجات الموسيقى بري اونجستري ولا فوا لايف دونك خدمنا حاجات كيما هكا يعطيكم الصحة نشتغل جيو تتمتعوا بحاجة جميلة على تونس كيما كانت قبل فرحتنا برشا الهنك والحسوس يفضلك انت يعيشك فرحتنا سي سفيان بالفرحات ونعاود نذكركم الليلة في مدينة الثقافة العشرة نتاع الليل تلقاو الكوميديا الغنائية عسكر الليل امشي وما تراتيوهاش راهي بامضاء سفيان بن فرحات اللي احنا برشا فرحانين وقد ما احنا فرحنا نحبوكم زاد تهزوا صغيراتكم وتفرحوهم مع فابيو مرحبا بكم الناس الكل صحة شريبتكم كما تعودتوا بيا كل ليلة نكون موجودة في بوتيك فابيو في العوينة باش نربح صغيرات دي بون داشا قيمتهم 50 دينار إذا كان يجاوبوني على سؤالي أكيد لبسيتو إلا يغنيوا لي غنية مزيانة هذاك علاش كل ليلة نتقابلوا في فابيو في العوينة عسلامة عسلامة شو اسمك؟ محمد عسلامة محمد باش نسالك سؤال اذا كان جاوبني عليه بصحيح باش تربح معايا بوندا شاقي قيمتها 50 دينار تنجم تشري من هنا من بوتيك فابيو حوايج العيد باهي حسب رايك النملة قديش عندها من ساق؟ سنين لا أربعة لا زيد شوي ست صحيت مبروك عليك ربحت معايا بوندشا قيمتها 50 دينار عشك عسلامة عسلامة شو اسمك انت؟ إيمنة
امنه باش نسالك سؤال اذا كنت تجاوبني عليه بصحيح باش تربح معايا بوند شار قيمتها 50 دينار تجي من هنا من بوتيك فابيو تشري حوايج العيد باهي؟ سمي لي حيوان بطيء برشا في مشيانه؟ سلحفاه. صحيت مبروك عليك ربحت معايا بوند شار قيمتها 50 دينار. يعيش. دونك هذه كانت فابيو اللي هي بوتيك نتاع حوايج الصغار بنات اولاد هي سلعه تونسيه 100% موجوده في العوينه وموجوده كيف كيف في صفاقس دونك احنا تويك نستقبلوا بعضنا غوسي سيرين برمضان مرحبا بيك بونجور صباح صحويك صباح الحمد لله اليوم قلت باش نحكي لنا على لبسه العروسه في الخطبه واختها وفي اليوم اخترت خاطر تعرف معناتها توا قريب ل 27 معناتها الجمعه هذا يكثروا فيها الفيونساي والكلمه والخطبه ما فهمتش توا اللي برشا برشا شنو نلبسوا دونك قلت باش نقول لهم شنو ينجموا يلبسوا ديزيدي هكا اي بوغ لا مامون زاده ولا الاخت زاده شفتوا في لي جروب فيسبوك تقول راه عندي خطبتي شنو نلبس قولوا لي باهي ما قبل كان تسمحوا نرجعوا بحذا لي شيف مرحبا بكم فاطمه دونك شيف فتحيه قاعده تحضر في الخبز هذايا اللي بالفرماج طريقة سهلة برشا أنا قاعد نشوف شيف سهلة ياسر ياسر كما سرة معناها كما سرة أنا عجنت الخبز متاعي كما شفتوني خمر الخمرة الأولى خذيت وقسمت خبيزات خبيزات قد بعضهم هاك تشوف فيهم كعبيرات كعبيرات أنا حطيتهم ديجا دوبا حطيتهم عاودوا خمروا تصور معناها الرياكسيون تاع الخميرة نجي نحط الطبق ندهنه دهنة خفيفة زيت أنا خذيت زيت صافي كالعادة كالفيجيتال ونحط نطرح بيدي البول الكعبوره نتاع العجين حط في وسطها شويه جبن ادام مريح والا تنجموا تستعملوا الفيمي اذا كنت تحبوا الفيمي والا جودا ولا اللي تحبوا انواع جبن مريح فاغيتي تهبل الوغ اختاروا اللي يعجبكم نتوما حسب ذوقكم نجي نحل العجينه دوبليش نهز شويه جبن اللي انا عملته غابي بماجي ميكس وحطيته في الغزر رغم اللي ما قبلي كان ريحته قعد كيما هو غزر كي نجاره تلمون الماكينه ماضيه وتمشي مليح في الحاجات هذوما حطيته في نعمل دوره في ساعه في ساعه في الماجي ميكس وحطيته نعملوا هكا بي اللي يتباع لبرا سورتو ماهوش امبالي ما عنديش ثقه الماكينه تبدا نظيفه واحد هذاك علاش خذيت ماكينه ماجي ميكس باش نرحي الفرماج انا والشيف فتحيه وترحينا برشا حاجات الخضره سهله تعملها باش تخرجوا جبن كانوا مرحي في مقازا معناها فريمون يهبل انا هنايا نسكر عليه بالقدا نعملوا اون فورم دو كعبوره هكايا نسكر مهم نسكر من اللوطه بالقدا باش ما يتحلش ونحطهم كعابر كي نحطهم نلصقهم ببعضهم باش من بعد هما قاعدين يخمروا كيفاش خمر كيطيبوا يلصقوا في بعضهم كيطيبوا يلصقوا في بعضهم وينفجوا اليوكور كور كور معناها مزيانين في المنظر كي تجي بدها الواحده الخبزه هكا في نحطهم خبزه واحده فوق الطاوله كل واحد يجبد كعبوره تجي تلقى وسطها بالجبن سي ان بان سوربريز مريقل مالا مفاجئ هذه باش نلقى الفرماج ذايب في قلبها شهي الساده المشاهدين هيكم ونودكم زاد زوز دونك هذاك علاش باش نزيد نودكم على مع الخبز هذايا بسليطه سهله برشا بالقرنيت اخترت سلطه اليوم بالقرنيت خذيت هكا القرنيت الصغير ما يصيرش هكا بومسكه ولا كل واحد ايش يسميه هذاك تحطوا الماء نتاعكم تحطوا في وسط القرنيت ووقتها تشعل عليهم النار من غير ملح انا الحقيقه نطيبوا نخليه مده 30 دقيقه 35 دقيقه يكون طيب نقصوا صبعات صغار هكا كيما عملت تو باش نحط معاه بقيه مكونات خذيت كعيبه بطاطا انا صمتها بالقشره نتاعها باش نحافظ على السكريات نتاعها الكل في وسطها وقيمتها الغذائيه، من بعد خرجتها من الماء سخون بردتها شويه بركه وقشرتها مكعبات هكا كيف ما تشوفوا، شوفوا المكعبات نتاعي شاده روحها، دونك كانت طيبوها من غير القشره تولي تتفرط معناها ما تشدش روحها بالكدا، باش نحط معدنوس باش نزيد عليهم طماطم هذيا طماطم صغرونه انا زوز الوان قصيده تنجموا تاخذوا طماطم عاديه تقصوها ما يقلقش، باش نزيد عليهم فلفل اخضر تحبوه مسكي انا محرحر شويه ولا تحبوه فلفل حلو اللي يقلقوا الحار مع هذيا باش نزيد شويه بصل مقصوص جويد باش نزيد معاهم البولب اللي هو قلنا طيبناه وخليناه يبرد
دونك باش ما يقرص لكمش الطماطم نتاع السلطه وغيره. دونك ديما تخليو البولب نتاعكم يبرد. ناخذ هنا شويه فلفل اكحل من عند الخابيه باش نحط معاه طريف ملح ما تكثرش، توا انا نملح، وباش نحط بزيت زيت زيتونه. تحب زيت زيتونه السلطه نتاع القرنيط نكهة متوسطية بامتياز ما بين القرنيط وما بين زيت زيتونة، حاجة خارقة العادة، وخاصة زيتنا احنا من عند الزيان. دونك هكا بقى باش نزيدوه حاجة حامضة، هذيك علاش خطرت انا باش نزيد السيترون القارص. دونك هنا نعمل عصيرة باهية نتاع قارص يعلي النكهة نتاع الخضر ونتاع القرنيط نتاع الحاجات الكل اللي عملتها، ويخفف من الحدة نتاع البصل اللي موجود في السلطة نتاعنا. دونك هذيا السلطة نتاع القرنيط اللي حبيت نتقاسم فكرتها معاكم، إن شاء الله تكون عجبتكم. نرجعوا لأختنا فاطمة مع أختنا غوسي اللي جاتنا بالذمة باش تعطينا الزاستيوس نتاع الناس اللي قادمين على الخطوبة باش تلبسوا، خاصة نسوينا احنا للنرب. ميرسي بوكو لي شيف. ألوغ نرجعوا نحكيو على حوايج الخطبة كيفاش نجموا يكونوا غوسي. دونك كما قلت الجمعة هذيا تبارك الله يبداو الخطبة والكلمة والتعارف وبرشا برشا ولاو برشا. دونك اما الحاجة اللي يعني اللي يختاروا باش يعملوا الخطبة نتاعهم ولا التعارف ولا الكلمة في رمضان، ديما يحبوا معناتها أكثر يحبوا لوتام يكون عربي، معناتها يقول لك هي في رمضان بعد شقال الفطر وكل شيء. دونك ماذا بيا أكثر حاجة عربي، وأنا نقول حاجة باهية زادة حلوة على خاطر توا ولا عنا بوكو معناتها دو كرياتور اللي يخدموا في حاجات عربي مزيانين. دونك كيما نشوفوا تصاور باش يتعداو هوني، انا جبت لي كولور. دونك مش خاطر عروسه لازمك تلبس ابيض ولا بلانكاسي ولا روز بودري ولا لي كولور هذوما، راهو با فورسيمون او كونتخيغ. الحاجات العربي عندنا في لي كولور ياسر حلوين يعطيو معناتها اكثر من المودرن. جو دير مش كيما تلبس اون روب مودرن بلو في خطبه كيما تلبسها ستيلها عربي اي بالدوري، خاطر عندنا التريزا اكزاكتومون، خاطر عندنا تريزا وتريزا تبدا فيها لي كولور. كيما مثلا لو موديل بلو هذيك فيها تريزا انسبيري من دار افراف بنزرت كل حتى الغوج وكل. دونك هوني لو موديل يبدا مزيان، فما خدمه مثلا في الديتاي نتاع في الـ في الـ في لي زيبال، الاخرى ديتاي سي او نيفو معناتها دو بلاستخون معناتها او نيفو دو لا باترين، غاديك في الغوج مثلا في لا سانتور مقدومه، وهكا سي حلوه حاجه مزيانه. وفي العربي زاد لازمهم يعرفوا كيفاش يدوزيو، معناتها مش لازم برشا بوكو دو ديتاي، ما تاخذ ان موديل اللي فيه اون توش مش من فوق اللوطه كله تريزا من اللوطه، معناتها كيما هو نسي دي كيما سانتور بركة ولا رقبه بركة كيما سانتور رقبه بركة في لي مانش في الكل فهمت، معناتها هكا خاطر فما دي موديل برشا ترو شارجي ترو ترو شارجي. دونك انا هوني مثلا كانت تحب حاجه بلو سوفت، معناتها باش تعمل كلمه اكا هاو، ما فماش نقول لك ما فماش نلبس خاتم مش باش يجي ما فماش اكزاكتومون. دونك هوني تنجم تلبس كسوا كان المدينه تنجم تلبس القفطان معناتها الستيل اللي بسراجين تونسي ولا جبه تونسيه ولا معناتها حاجه اخف 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 شويه، ولا اللي زاده تحب تلبس مودرن و ميم طون معناتها عربي مثلا كيما لو موديل لاك لا جوب قصيره معاها الفارمله اللي مخدومه بالبلاستخون في لا سي دي بون حموها حضر ولا لا قصيره ياسر خطر حمايه اوبن حمايه اوبن اكزاكتومون. دونك لي باش خسرها برشا راه جوست قطع المنكات شويه ابخي. دونك حاجات هكا حلوين وفريش وسوفت وكل شيء. كيما ديما نقول كل عائله كيفاش، كيما هي قالت بتدخل بعض انت تعرف كيفاش عائلتك شنو يحبوا بس في التعارف واحد مازال ما يعرفش شنو قادم ماذا بيك تحط نوتر تسال خطيبه لا ما يعطيكش الصحيح ما يعطيكش الصحيح. هذا تعرف علاش انا في الخدمه اون جينيرال كي يجوني لاتولي ديما يقولوا لي راهو تعارف وماذا بيا ما تبداش قصيره اول مره باش يجي للدار اول مره هذيك هي اللي باش تقعد مش صح ايوه صحيح باكي مغشه اي ديما ماذا بيا تلبس حاجه ناتر وبعد تبدا تقرب شويه عرفت كي الخطبه تنجم تلبس اكثر في العرس تلبس اكثر. انا هذا انا بعيده عليه يعني هذا انا وحبيبه ما حناش داخلين فما
فما سا نونبيش اللي فما والاغلبيه هكا يمشي نغش انا فريق سوبر وومن. لا 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 مش حكايه غش، انا نفهم بحاجه اخرى انه حكايه فوالا مازال ما فماش هكا مازال ما يعرفوش بعضهم بالقدام لازم تعرفش دونك ما نجمش نعرف يعملوا قال لك خلينا نشوف من بعد قيس قبل ما نغش دونك هوني تنجم مثلا كان باش يعملوا خطبه بلوز او موان اكبر شويه دونك لا مامون تنجم تلبس القفطان كيما اللي لونه متاخد ولا الفير الاخت نجم تلبس المامون هذيك المامون هذيك المامون والله انا فما 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 دي مامون يحبوا هكيك في نفس التيم بنتها تبدا لبسها بالعربي وهي تحب تلبس قفطان نفس نفس التوش فما راه برشا حاجات تدبر هي تبدلت يا اختي الدنيا تبدلت دونك ولا جبه اللي توا سنة اللي اونغي بور ويبدا فما لو ديتاي اندوري اللي سي تري تري دوندون سيت اني معناتها في الـ في الـ في الستيل العربي اللي لو بلاسترون يبدا مخدوم اندوري كو سوا فضه ولا توا فما برشا تريزا معناتها كونتيل وكل ولا ومعها لا دونتيل ولا لا غيبور بيضا ولا اون اون كولور دونك حلو اي شويه هكا اي شويه ستيل هذاك فوالا هوني حبيت فوالا مثلا صاحبتها ولا لا كوزين ولا معناتها ولا اختها الصغيره معناتها اللي مش هكا تحسوا مش قريب برشا مي مازال عليها تورني مازال عليها فوالا دونك هوني فما الفريم اللي جبت خاطر الفريم اللي ياسر مزيانين وفما ياسر تريزا حلوه دونك هوني تنجم تلبسهم كيما انت تحب كيما انا مثلا اليوم لبستها هكا ومعها شوميز بيضاء ولا تنجم معناتها تلبس ان توب ملوطه اون بلون ولا لا كولور انت وشناهي الفارم اللي باش تاخذها هوني ليدي تنجم تلبس ان بونتالون لارج يبدا حلو فلويد يجي مزيان افيك دي تالون بوشيت تبدا اندوري ولا هكا حاجه معناتها لاكسسوار اي سا دون مع البوشيت نتاعها تخفل اكزاكتومون اي لا سا دون معناتها ان لوك يسرح حلو ولا تنجم تلبسها مع اون جوب حلوه زاده هوني مثلا لي جوب تنجم كو سوا ان ارجونتي خاطر فما دي جوب هكا تاو ستيل ميتاليزي يسرح حلوين ولا اندوري ولا بيج ابخي انت بعد شنو باش تلبس صباتك شنو هي البوشيت شنو هما لي اكسسوار هذايا زاده هكا اون توش عربي وموديرن او ميم طون حلوين ومعناتها حاجه خفيفه هوني باش نمشيو للموديرن دونك فما عرايس يجيو يقول لك انا لا حتى كي انا باش نعمل خطبتي في رمضان ولا في معناتها كل نحب نلبس حاجه موديرن مش عربي موديرن نحب لا دونتي نحب لا كيبيور نحب نلبس حاجه دونك اللي تاو برشا ستيل برانسيس معناتها قعد في الخطبه ياسر معناتها مطلوب يمشي لي كولور كيف كيف هوني قعدنا في لي كولور باستيل اكثريه لو بيج لو روز لو بيج روزي معناتها لي كولور هذوما سومون زيده هكا في الحكايه ما تنجمش تقولها خاطر اذواق قال لك لي انا راني نحب صار هي لا دات في رمضان مي نحب جو بريفير نلبس حاجه مودرن هوني لو ستيل نتاع الكومبي زيدا دونك كومبينيزون وزيدا الكومبينيزون برشا ولاو يحبوا يلبسوها للناس معينين بيان سور للدار معين كل مي جو تروف انا حاجه يسرح له ديكالي على الاخر معناتها حاجه اوريجينال في خطبه باش تلبس كومبينيزون وكيما نقولوا هوني زيدا الكومبينيزون خاطر لو بونتالون بوتيتر مانيش ديما نستنسوا العروسه تلبس معناتها ان بونتالون ديما نشوفوا في اون روب ولا معناتها جوب اما اكثر اون روب معناتها دوكو معناتها لو شو دو لا كومبينيزون حلو وفما زاد دي كومبينيزون راهو ستيل عربي معناتها فما دي كومبينيزون وماتروزين بالستيل العربي دونك هوني هما هذوما لي زيدي باش يقولوا لي علاش ما حكيتش على الرجال علاش باش نقول حاجه كانك فوالا عربي البس جبه اكزاكتومون درا وفهم الدرس اي والله لا هي زين الحكي بالحق كل ما يقول اه حكيتوا عن سي واحد نرس عن سي من اول الدنيا نرس عن سي رجلي تبو تتبيع معنا انت شو باش تلبس يا مرتي المستقبل باش تلبس عربي اوكي نلبس عربي فما توا اون فيت سكون ابل ماتشي اي فما يقول لك انا مثلا العروسه باش مثلا تقول لي راهو كوستيم نتاع راجلي لونه بلو نحب الغاب هكا الكرافات نتاعو الروج يلبس ولا مثلا توا كان عربي نجم يلبس الجبه ولا يلبس لو كوستيم اللي بغودي يحب يلبس موديرن يلبس كوستيم يلبس سرويل يلبس دي بوكاسا يلبس المهم يلبس ميجا المهم ميجا يلبس اللي تحب ميرسي بوكو روزي يعطيك الصحة من احنا هذول وقيت نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا